بس اللاعبين اللي شاركوا في اللقاءين. الفريقان بقيادة الطاقم التحكيمي لأرضية ملعب المباراة، واستاد الدرة يتحول إلى اللون الأصفر في منظر جميل افتقدناه كثيرا، لم نشاهده منذ فترة بعيدة. جماهير الشمس في هذا المساء تغازل القمر، لأن الشمس مش موجودة. الليلة جماري، خلنا نقول ليلة جماري، وهذا شعار العالمي، وهذا اللون الأصفر الذي ترفعه جماهير الشمس. دعوني أقول بالفعل إنها جماهير الوفاء للعالمي، رغم كل العقبات، رغم كل النتائج الماضية، إلا أن الشمس لم تغيب ولم تقاطع. فعلا الشمس لا تغطى بغربال، وهكذا أنتم يا جماهير النصر. الفريقان